قال تعالى: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. عرش بلقيس وصفه القرآن الكريم بالعظيم، وعظمة العروش تدل على عظمة المملكة وقوة السلطان. الجدير بالذكر أن عرش بلقيس أي عرش سليمان عليه السلام كان من الذهب المرصع بالياقوت والزمرد والكثير من الأحجار الكريمة. ألهم هذا العرش الكثير من الملوك عبر التاريخ، ومن أشهرهم الإمبراطور المغولي اللي حكم الهند شاه جهان. أمر الشاه ببناء عرش أسطوري كرمز لقوة وحضارة الإمبراطورية في فترة حكمه. استغرق بناءه 7 سنوات وتكلفته كانت ضعفي تكلفة تاج محل. نقدر نقول أن كنوز الأرض كانت على عرش الطاووس، تحفة من الصعب أنها تتكرر في هالزمن. وطبعا عيون العالم كلها كانت على هذا العرش. وفي سنة 1739 يوم ضعفت الإمبراطورية، قدر نادر شاه شاه إيران أنه يحاربهم واستولى على عرش الطاووس. المبهر في القصة أن عشان ينقلون الأحجار الكريمة اللي كانت على العرش من مدينة إلى مدينة أخرى استخدموا 800 فيل، 4000 ناقة و12 ألف حصان. فلنا أن نتخيل كمية وفخامة الأحجار اللي كانت زينة. أشهرهم الكوهينور الماصة بوزن 105 قيراط بصفاء تام، واحدة من أثمن كنوز العالم على مر التاريخ. دار الزمن ورجعت الألماصة للهند، من بعدها وصلت لبريطانيا واستخدمت على التاج الملكي The Imperial State Crown، ويتواجد على نفس التاج كنز آخر من كنوز عرش الطاووس يسمى بالتايمور روبي، حجر بوزن 352 قيراط. وما زالت هذه الأحجار تزين التاج، وآخر من توج فيه الملكة الراحلة إليزابيث، واليوم معروض في The Tower of London لما يتم تتويج الملك تشارلز فيه. ومن أساطير عرش الطاووس الماسة وردية سميت The Great Table Diamond، من ضخامتها قطعوها إلى الماستين. الأولى سميت بالداريانور وكانت بوزن 182 قيراط، نقدر نقول من أكبر الألماسات الوردية في الكون، وتركت أثر كبير في جمالية العالم. القطعة الثانية سميت بنور العين ووزنها 60 قيراط، واستخدمت بإتقان وبشكل مبهر في تاج فرح بهلوي يوم زفافها. هذه أمثلة قليلة من عظمة الأحجار على عرش الطاووس. فهذا العرش بحد ذاته موسوعة في عالم الجوهرات والفن والبشرية. ففي البحث والإدراك لهذا التاريخ العظيم للمجوهرات، ما يسعني غير أني أسبح لله تعالى، وفي استشعار الفخامة والجمال أسعى كمجوهر أني أصمم الأحجار من وحي تاريخها العظيم. أقدم لكم اليوم طقم الطاووس The Peacock. سؤال الحلقة: من أي منجم استخرجت ألماسة الكوهينور؟